ثالثا نشارك لأننا نريد رفض الفساد ومحاربة الفساد والمفسدين الذين يعبثون بالمال العام ويتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطنين. وعلى سبيل المثال الحصر، قبل قليل تحدث الرفيق الخمسي عن البعض، وأشير إلى بعض من هذه المشاكل والخروقات التي لا يتحمل فيها مسؤول تطوان مسؤوليتهم. مثلا تمويل الجمعيات فيه حيف، يتم تمويل جمعيات رؤسائها موالون للرئيس، تعويضات تعطى لهذه الجمعيات، توزيع مربعات مثلا سوق الجملة على الموالين له، القيام بصفقات عمومية دون وضع دفاتر تحملات واضحة، كما حدث مثلا في مشروع مرقد الحسن الثاني، وكذلك في رفع الرسوم عن المقاهي دون الرجوع إلى جمعية أرباب المقاهي. سابعا نشارك لأن مسؤوليتنا النضالية والأخلاقية تفرض علينا مواجهة المتطفلين على هذه المدينة الصامدة والتاريخية، ومواجهة كل من أساء إليها وأفقدها هويتها وعقبها التاريخي والنضالي، ومواجهة من أدانته المحكمة باستغلال المعدات وممتلكات الدولة، ومن يتلدد ببؤس وفقر نساء وأرامل بالصدقات من أجل التصويت ومن أجل حل مشاكل البلدية.